عام على تحرير أصغر أسيرة فلسطينية من معتقلات الاحتلال بعد اعتقالها شهرين بتهمة إلقاء الحجارة، لكن ملاك الخطيب ابنة 16 عاماً ما زالت تعاني مشكلات نفسية نتيجة عن التعذيب وسوء المعاملة وراء القضبان. يعني مرة بحلم أنهم داخلين على البيت وجايين مخديني ورجعين ضربيني في نفس الطريقة. مرة بتذكرهم ماسكيني في الشارع وضربوني. يعني كثير بتذكر الشغلات هذول. يعني أكثر إشي بتذكر أنهم لما ضربوني، لأنهم كثير ضربوني في عنفي. لازم إنها يعني مكتب الرئيس مكتب. والدة ملاك دعت عبر قناة الجديد إلى ضرورة مساندة الأسرى الأطفال بعد التحرر في ظل إصابتهم بأمراض نفسية. كلت النوم هذا مرض نفسي، كلت الأكل مرض نفسي، يعني مش مركزة في المدرسة. لازم كل الأسرة صغار يتبع معاهم. حس في حدا سائل فيهم؟ لا ولا حدا سائل فيهم. عيارهم طلعوا من السجن وصوروا معاهم ولا حدا بسأل فيهم. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية نشرت تقريرا كشفت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وتحاكم من 500 إلى 700 طفل فلسطيني سنويا بتهمة إلقاء الحجارة على جنود العدو، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن سوء معاملتهم أو تعذيبهم أو قتلهم. وهو الأمر الذي دعا منظمة التحرير الفلسطينية إلى مخاطبة العالم بشكل طارئ للضغط على حكومة العدو ومنعها من اعتقال الأطفال. حقيقة تحدثنا عن هذه المواضيع مع الأصدقاء في فرنسا ومع الوزير الخارجية الأمريكي، وقدمنا مجموعة من القوائم. هناك أكثر من 500 حالة اعتقال تمت ووثقت من قبل منظمة Human Rights، منظمة حقوق الإنسان العالمية، وطلبنا مساعدة المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالكف عن هذه المخالفات. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تمارس تعذيبا جسديا ونفسيا على الأطفال المعتقلين، خصوصا أثناء فترة التحقيق، إضافة للإهمال الطبي المتعمد ومنع زيارات الأهالي. أساليب الضغط الجسدي بتتراوح بين إجبار الطفل على الوقوف أو الجلوس في وضعيات غير مريحة، الضرب والركل والصفع وغيرها من أشكال العنف الجسدي، إضافة لعصب العينين، ربط الإيدين. في فلسطين أطفال يشربون حليب الصمود ويعانون عنف الاحتلال، فتأتي أعوادهم صلبة، لا ينسون وطنهم ولا أمتهم المنشغلة عنهم بويلاتها الداخلية، لكن طفولتهم ممزقة بل ومغتصبة برأي الكثيرين. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد.